المهارة عبر الأجيال المختلفة ونقلها للأجيال القادمة للحفاظ عليها من الاندثار. خلونا نتابع برضو التقرير اللي جاي اللي بيشرح أكتر محاولات الحفاظ على هذه الحرفة ونرجع لكم مرة تانية. تشتهر بلدة عالي الواقعة إلى الجنوب مباشرة من العاصمة البحرينية المنامة بصناعة الفخار، ويعتقد صناع الفخار في عالي أن هذه الحرفة تعود لأزمنة قديمة للغاية منذ عصر حضارة دلمون التي كان مركزها البحرين، وتأتي مقبرة دلمون دليلا على قيام تلك الحضارة والتي مثلت حلقة الوصل بين الشرق الأوسط والأدنى. المصنع هذا قديم وعريق، وهي الحرفة تعتبر من أهم المعالم التاريخية في البحرين، يعني يرجع تاريخها إلى أيام حضارة دلمون العريقة تقريبا حوالي 5000 سنة قبل الميلاد. وهذا طبعا محصلة، يعني نتيجة لما حصل يعني وجدوه من آثار أو قطع فخارية في نفس المدافن الدلمونية. فخلال عصر دلمون يعتقد أن صناعة الفخار ازدهرت، حيث تزايد الطلب بشدة على أدوات الطبخ اليومية وأواني الشرب، وتنتشر الأفران التقليدية والورش في عالي التي تأمل في اكتذاب سياح إلى البلدة. وتعرض الورش الفخار المصنوع محليا بغرض العرض والبيع أيضا، وهذه الأعمال الفخارية تتراوح بين المزهريات وأواني النباتات وحوامل الأضواء وأواني المياه وغيرها من الأشياء التي تستخدم في الزخرفة، وبعضها مصقول والبعض الآخر محفور ومنحوت بفن الخط وغيرها مطلي بصبغات غنية بالألوان الأزرق والوردي والأحمر. ويتمنى القائمون على الحرفة حاليا في عالي الحفاظ على الحرفة التقليدية ونقل هذه المهارة للأجيال القادمة. احنا عارفين ان مسابقات التزلج عادة بتكون من فوق لتحت، صح كده؟ تهيألي المفروض ان هم بينزلوا دايما من فوق. المفروض العكس. المسابقه دي بتحصل في المانيا، بيتجمع فيها حوالي 600 عداء من النساء والرجال من 28 دوله عشان يشاركوا في مسابقه الجري والقفز، ولكن من تحت لفوق. يمكن الفيديو اللي هنتفرج عليه هيوضح لنا اكتر المسابقه دي بتتم ازاي او بيشاركوا فيها ازاي. واضح ان هو في الطريق طويل مرتفع طبعا، مطلع كبير، المتسابقين بيحاولوا، يعني فيها مجهود الحقيقه، فيها مجهود كبير، لان الفايز الاول في المسابقه دي قطع 140 متر في 3 دقائق و40 ثانيه. يعني ازاي دي 140 متر في 3 دقائق و40 ثانيه؟ ده رقم غريب جدا، اللي هو ده بيدل على صعوبه المسابقه ومدى المجهود اللي بيتبذل فيها علشان تقدر تمشي مسافه. طاقه بدنيه عاليه حقيقه. يعني خلونا نتفرج. فعلا شفنا قد ايه المسابقه صعبه، يمكن سواء على السيدات او الرجال، فيها مجهود جبار. مش كان مستغربه الرقم بتاع 3 دقايق و40 ثانيه ده، انه 140 متر في 3 دقايق و40 ثانيه ده، اعتقد ان رقم ده بعد ما شفنا الفيديو فهمنا هو ليه الرقم ده كبير كده. المهم خلونا نروح لمسابقه ثانيه، يعني من غير سخريه ومن غير تريقه، يعني مسابقه غريبه شويه، تم فيها تجميع اكثر من 200 من حيوانات الحلزون، اللي هي الحيوان اللي بيعيش جوه القوقعه اللي بنشوفه يمكن كلنا في افلام الكرتون والافلام العلميه. جمعوا 200 من الحيوانات للاشتراك في بطوله العالم. يمكن البطوله دي، والغريب ان هي بتقام من عام 1960، فده واضح ان البطوله او المسابقه دي فعلا ناجحه وبتجذب عدد كبير من الجمهور. يعني الغريبه ان هو يكون في هذا النوع من الاهتمام الغريب، سبحان الله. يعني الاهتمام الانساني لا ينضب، يعني بيلاقي حاجات كتيره جديده يعملها. البطوله دي بتتم على مائده،
طبعا ده اغرب مكان لاقامه مسابقه، وبيتم رسم عليها عده مسارات دائريه بيمشي فيها الحلزون، والاسرع هو من يقطع المسافه ليخرج لاوسع دائره. البطوله مالهاش شروط محدده، بيشارك فيها كبار وصغيرين، كل واحد بيجيب الحلزون الخاص اللي بيلاقيه في جنينه بيتهم. يعني هو السؤال بس، هم بيدربوا الحلزون ولا لا؟ ده اللي احنا مش عارفينه، يعني ازاي بيبقى اسرع؟ عامة بيقال ان اعلى افضل رقم تم تسجيله في موسوعه الارقام جينيس كان عام 1995، حيث قطع الحلزون مسافه 33 سنتي في دقيقتين و20 ثانيه. لا تعب، ما كانش عاجبنا ال 140 متر في 3 دقائق او في مش 33 سنتي، 33 سنتي في دقيقتين. Ready, steady, slow. خلونا نروح لمتابعة يومية أخرى، متابعتنا لحركة المرور والطرق في القاهرة والمحافظات. معنا على الهواء الزميل عبد الله بركات بصحبة النقيب أحمد حافظ. صباح الخير يا عبد الله وإليك. صباح النور. يمكن نحن داخل الإضاءة العامة للمرور نتعرف على الحالة المرورية صباح هذا اليوم، وتحديدا في هذا التوقيت، حيث الكثافات المرورية كثافات قليلة في مثل هذا التوقيت، وإن كانت هذه الكثافات هي كثافات متحركة على معظم المحاور الرئيسية والميادين المختلفة، سواء في محافظتي الجيزة والقاهرة وكذلك على الطرق الرئيسية والسريعة. نتعرف أكثر على هذه الحركة المرورية. معنا النقيب أحمد حافظ مشرف غرفة عمليات الإضاءة العامة المرور، نتعرف أكثر على الحالة المرورية. صباح الخير استاذ عبد الله، اهلا وسهلا بحضرتك. يوم مشرق وجميل ان شاء الله، ويوم موفق للجميع. يمكن الحمد لله، يمكن في التوقيت الحالي يمكن ما عندناش اي اختراض بوجود اي اعاقه لحركه المرور او اي كثافات مروريه قد تستدعي تغيير خطوط السير بالنسبه للمواطنين اللي هيبتدوا ينزلوا يتوجهوا لجهات عملهم. في عندنا الحمد لله يمكن سلم مروريه، او هي السلم المروريه السامه الغالبه على كافه المحاور، سواء الطرق السريعه والصحراويه او المحاور الهامه داخل القاهره وداخل محافظه الجيزه. لو بدانا مع حضرتك بمناطق محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من مناطق 6 اكتوبر اتجاه مناطق لبنان، الحمد لله كاميراتنا اكبر دليل على الحمد لله ان في سيوله مروريه بشكل كبير جدا، سواء في الاتجاه القادم من اكتوبر اتجاه لبنان او الاتجاه الاخر. يمكن لو انتقلنا مع بعض لطريق الواحات، الحمد لله بيشهد معانا سيوله مروريه حتى مناطق مطلع الطريق الدائري، مع مناطق المتجه لمناطق اعلى المريوطيه، وايضا مناطق منزل الصعيد. يمكن هي مناطق منزل الصعيد والبحر الاعظم ومناطق أثر النبي هي بتشهد كثافات أو كثافات متوسطة أو زيادة في معدل سير السيارات. بشكل عام الحالة المرورية تماما حتى مناطق نفق السلام أعلى الطريق الدائري في الاتجاهين. هنلاحظ أيضا وجود بعض الكثافات المرورية المتجه لمناطق منزل طريق السويس، فيما دون ذلك الحمد لله الحركة المرورية على الطريق الدائري بتعمل بشكل جيد جدا دون أي معوقات. لو دخلنا مع حضرتك لمناطق القاهرة تحديدا مناطق كوبري أكتوبر اللي بدأ يشهد معنا بعض الكثافات المرورية أعلى منطقة وزارة المالية المتجه لمناطق استراد والمتجه لمناطق مخيم الدايم والمتجه لمناطق مدينه نصر في الاتجاه القادم من مناطق العروبه. الجانب الاخر بقى مازال الحمد لله بيعمل بشكل جيد جدا، مع توقع طبعا بارتفاع الكثافات خلال ربع ساعه او نص ساعه القادمه ان شاء الله. وده السمه الطبيعيه في التوقيت ده اليوم الخميس، ان يكون فيه هدوء الحاله، وبعد كده بيحصل ان ارتفاع في معدلات سير السيارات خلال الساعات الاولى من صباح اليوم. في ايضا عندنا اختراط الحمد لله مطمئنه بالنسبه لمناطق الثوره وبالنسبه لمناطق طريق النصر بيدوا الحاله، وعايزين ننوه طبعا النهارده في احتفالات الكليه الحربيه بتخريج دفعه جديده، ان شاء الله ربنا يوفقهم في عملهم. عندنا في النهارده هيكون في طبعا في كثافات في المنطقه دي، فيفضل استخدام طريق النصر المتجه لمناطق المطار طبعا نظرا للكثافات اللي تشهدها منطقه تقاطع السندباد مع مناطق العروبه. بشكل عام مناطق ميدان المحكمه، مناطق الدائري المتجه لمناطق الزراعي، واللي بيشهد معنا النهارده في زياده في معدلات سير السيارات بشكل كبير جدا في التوقيت الحالي. بشكل عام الحاله المرورية تماما، وهنتابع مع حضراتكم ان شاء الله لو في اي اختراض. في اي اصلاحات او اي حاجه على الطرق بتحتاج الى يعني محاور بديله؟ هو كافه الحمد لله كافه الاصلاحات توجيهات السيد اللواء مجدي عز الدين مساعد وزير القطاع الاداره العامه للمرور، ان يكون في الاصلاحات دي كنت بتبتدي معانا من الساعه 12 بالليل لحد 6 الصبح. في عندنا بعض اعمال القشط واعاده السفلته مره اخرى على الطريق الدائري، ولكن بتبتدي معانا تقريبا من الساعه 12 لحد الساعه 6 صباحا. دي يمكن الاصلاحات اللي عندنا. كان في اصلاحات طبعا في محور الثوره، كان كسر ماسوره مياه امام جاردينيا، تم منها تماما، ومحور الثوره بيعمل بكامل طاقته دون اي معوقات بالطريق.
يمكن هذه الحالة المرورية حتى هذه اللحظة كثافات مرورية ليست بالكبيرة، حتى هذه الكثافات هي كثافات مرورية متحركة حتى هذه اللحظة. زميلنا عبد الله بركات، كل الشكر ليك، وكل الشكر ايضا للنقيب احمد حافظ من الاداره العامه للمرور على هذا التوضيح للحاله المروريه للقاهره اليوم. تعالوا نرجع لاخبارنا. البعض يمكن ما يتخيلش فكره ان الدكشنري او القاموس بيتم اضافه اليه الفاظ ومعاني وكلمات جديده، لكن ده اللي بيتم فعلا في العديد من القواميس العالميه. موقع dictionary.com الإلكتروني أضاف 300 كلمة جديدة إلى قاموسه واختارها من مصادر مختلفة. اختارها من عناوين الأخبار، من الاتصالات الثقافية، من اللغة العامية، من الأحداث اليومية اللي بتضيف لحياتنا معاني وكلمات جديدة. دخلت كلمة يمكن بتظهر في الفترة القليلة الماضية ما بين الأطفال وتم الاهتمام بها، وهي كلمة بوكيمون. دخلت إلى القائمة بفضل نجاح كبير لعبة بوكيمون جو على الهواتف المحمولة. مش بس الأطفال هم المهتمين بلعبة بوكيمون على فكرة، يعني أنا هنمشيها الأطفال هو بس في حد بيلعب بيها جو كبار؟ بس أنا بقى أعرف ناس كبيرة كتير بتلعب البوكيمون، وده يمكن فعلا اللي خلى موقع مهم زي dictionary.com يهتم بوضع كلمة بوكيمون ببعض الكلمات بجانب بعض الكلمات التانية اللي اضافت برضو لموقع الدكشنري، زي كلمة داعش بالتأكيد اللي ظهرت برضو في الفترة الأخيرة بعد الهجمات الإرهابية المرتبطة بهذا التنظيم الإرهابي. دخلت كلمة داعش لقاموس الموقع الإلكتروني، والكلمة زي ما احنا عارفين هي بتعتبر تجميع للحروف الأولى من الاسم السابق للتنظيم المتشدد. أيضا كلمة زيكا أضيفت للقائمة بعد انتشار الفيروس اللي بينقله البعوض وبيصيب الأطفال بتشوهات في الرأس على مستوى العالم. عملية الإضافة للقواميس دي عملية بتتم بشكل دوري، كل ما بيكون في معلومات وأفكار وأحداث بتستدعي أن يكون لها مقابل في اللغة بشكل حقيقي. الحقيقة محمد احنا بنتناقش في الخبر ده قبل ما نبتدي على طول، كان بيقول لي أن في فيرب دخل كمان في فترة القليلة الماضية بعد الأوسكار، كان إيه بقى يا محمد؟ كان الحقيقة بقى ما كان فيرب مرتبط بالممثل الشهير ليوناردو دي كابريو ورحلته في البحث عن جائزة الأوسكار عبر سنين كتير، يمكن من بداية رحلته من حوالي 20 سنة هو بيحاول بيسعى أنه يحوز على جائزة الأوسكار وينال هذا الشرف والإنجاز الكبير. وبعد حصوله بالفعل تم استحداث فيرب تو ليو، فيرب ليو ده اختصار يمكن لاسم ليوناردو، وده معناه الكفاح والصراع الى ان تصل الى هدفك بنجاح. بحب قوي فكره ان اللغه ممكن تولد معاني جديده، فكره لطيفه جدا وبتتاثر ب ب ب فيها شيء ما كده من الحياه بشكل عام. تعالوا نروح لصاله مزادات. دار جوليان للمزادات قالت انها هتعرض ايه؟ هتعرض حاجه جديده، هتعرض خصلتين من شعر لمارلين مونرو في مجموعه نفيسه من التذكارات بيملكها احد اصدقائها للبيع خلال مزاد في نوفمبر المقبل في لوس انجلوس. من المتوقع ان الخصلتين هيباعوا بنحو 8000 دولار، وهم جزء من تركه فريدا هال صديقه مارلين مونرو اللي حصلت عليها من مصافف شعر النجمه الامريكيه، مشيره انها من بين مختارات من المزاد هتعرض على متن السفينه كوين ماري 2 اثناء عبورها من نيويورك الى ساوثهامبتون بانجلترا في 9 أغسطس المقبل. يمكن بعض المشاهدين ممكن يستقبلوا النوعيه دي من الاخبار على انها طريفة. أخبار طريفة بس ممكن بعض الناس تنتقدها وتاخدها بشكل سلبي إلى حد ما، وهو الهوس بالمشاهير والهوس بكل ما يخص هذا العالم. هو ده موجود فعلا بره، يعني هم يمكن هذا الهوس موجود بره بشكل اكبر شويه من عندنا هنا، خاصه ان مارلين مونرو من الشخصيات اللي اثارت ضجه في حياتها وموتها وحتى بعد وفاتها لحد الان. اعتقد لغايه النهارده مارلين مونرو من خلال فنها والتراجيديا يمكن اللي كانت في حياتها والمأساة اللي هي كانت عايشاها في حياتها الخاصه ما زالت تثير الجدل في كل ما يخص اسم مارلين مونرو. خلينا نرجع تاني لخصلتين الشعر الخاصين بمارلين مونرو، هم دلوقتي موجودين في حقيبه محميه بالاشعه فوق البنفسجيه، وطلبت فريدا هال اللي هي صديقة مارلين مونرو والممتلكة لخصلتين الشعر، طلبت من مصافف شعر مونرو الحصول عليهم قبل وفاتها في عام 1962، وافقت مارلين مونرو على هذا الطلب.
المزاد ايضا هيضم تذكارات اخرى لمونرو من تركه الممثل والمخرج الامريكي لي ستراسبرغ، ومن تركه ديفيد جينزبورو روبرتس، وهو هاوي بريطاني بيعتقد انه بيمتلك اكبر مجموعه خاصه من ازياء النجمه، وبتشمل التذكارات الأخرى.